معايا محمد. مرحبا بك محمد. السلام عليكم اخي عماد. عليكم السلام محمد. والقصه ديالك اللي عشتي اليوم في واحد الدار اللي مسكونه، شنو هي هذه القصه ديالها؟ تعاود لينا اليوم. هذه ماشي دار، هذه بحال واحد ثلاثه السكنات متشابهين. كنت مشيت نخدم، انا كنخدم تقني ديال الكاميرات، كنت في تي كاميرات مع واحد الشركه. مشيت واحد المدينه خارجه على الغابه، خارجه نزلت من البيس، كانت ديك النهار الشتاء، مع ديك الشتاء نزلت من البيس، دخلت من واحد موطع بحال جات بحال واحد المجمع، ثلاثة بنايات كيتشابهوا بعضياتهم بحال التوأم، هما شركات. وأنا كان عندي الباتش وكان عندي الكود، درت الكود باتيس ودخلت. مي دخلت أنا عارف، أنا وقفت ألارما، مي دخلت جبت واحد السيد تما، بقى كنقول بونجور ما كيردش، كنقول في راسي كيفاش هاد السيد هنايا وما صوناتش ألارما، حيت كاينة أجهزة إشعار بالحركة كتصوني ألارما. ما ردش عليا، ميت. وانا مشيت باش نبدل ديك الايام تكون في خدمه، مشيت باش نبدل شي كاميرات على الكاليتي. قلبت على السلوم، عارفين بلاصتو، طلع شي ركاب مشى الضو، مشى بوحدو الضو. كيفاش مشى؟ مشى بوحدو. اوكي، مشى الضو عادي زعما الضو يمشي زيد من بعد اش وقع؟ لا ماشي عادي، ما يمكنش يمشي عادي، حيت انا ما حديتش الضو، حديت الكاميرات. مشى الضو تحلو غير ديك الديوان ريزيب. مشيت للكولوار باش نشوف الضو، جبرتو مهوت طلعتو، وانا هود، وانا نهود على نصي، كنت تجمع بوحدي في الارض. الله اكبر. هوت على نصي. التليفون تحت شقفة الجازة، نوت، توجعت من طهري. رجعت ما جبرتي ديك السيد تما، تخلي بحال شوية الخوف. انا كنطلع في السلم كنحس شي حاجة مورايا، كدور مورايا. دابا انا كنهضر معكم، انا كنسترجع ديك الشيء. زعما ملي كتقول كتحس شي حاجة حداك، بحال شي حرارة ديال شي انسان حداك ولا شي حاجة؟ بحال شي حاجه دازت، بحال شي واحد داز من حداك تضحك، ضحك تحادى معك. بعد مره ترى الخلعه كتخلي الواحد مع شنو يدير؟ لا تجمعت، لا ما ولكن كتحس شي واحد بحال يرفعني. لا ولكن واش حسيتي بحال شي جسم اللي قاسك ولا باش قلتي؟ حسيت بحال هو بحال شي واحد جا جرب شي حبل رفعني، صفات هوت على طهري. ديك النهار صبات شي شهر انا مالادي على طهري، ما فيه والو. كنمشي عند الطبيب كيقول لي ما فيك والو، كنقول له انا كيحرقني طهري، كيقول لي ما فيك والو. هاد المره هاد المره هاد الشيء وقع لك امتى؟ كونفيرمو ديك الايام تكونفيرمو الاول، في الاول ديال 2022. اكا ملي هضرتي مع الطبيب تقول لك ما كاين والو، مشيتي شفتي طبيب واحد اخر، هضرتي مع شي واحد، بارطاجيتي هادشي مع العائله؟ مشيتي وانا عارف عارف، قالوا لي بان بزاف الناس كيمشيو يخدموا تما ما كيكملوش. وقلت لهم علاش ما قلتوا عليش؟ عاد قالوا لي بان كيمشي يخدم تما ما كيكملش، كيكملش الخدمه وكيرجع فعال. هذيك الخدمه ما تكملتش، بقات عايده. اللي كيجي تما كياكل الشهر. محمد، واحد سؤال، مع حكم الخدمه ديالكم، ليه وليتي بعض المرات كتخدم بالليل ولا الصباح بكري، ما كتعاودش تشدك شويه ديال الخلعه ولا شي حاجه؟ لا والو، بحال اللي زالت مني الخلعه، وليت بحال اللي كنتملق. دابا انا في الدار بعض المرات كنسمعكم، كنتفرج كنسمع الكوزينه كتشتق تق تق تق، ولا شي حاجه هايده كتجيني بحال يعني صافي، ما خصك شي تخاف، حيت هما هذيك الناس لا ما لا شافوك كتخاف كيزيدوا يخوفوا. حق لا فينا شافوك ما كتخافش كيميكوا عليك. دابا انا اغلبيه كنخدم، كنطلع في الظلام، كنمشي في الظلام، وليت كيعجبني الظلام، كنطلع في الدروج في الظلام، كنمشي. دابا انا فرحت شونسي، وليت في الظلام كنضر في الظلام. ولا لفتي قولي واش مسكون؟ كنقول انا ماشي مسكون، انا كيعجبني ولا انا كاري انا. معقولة تبارك الله عليك خويا محمد، شكرا لك، تي معنا، ميرسي بوكو خويا.